يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى المغرب ثم أتى إلى مسجد لم يصلوا بعد، فهل يعيد الصلاة معهم؟ إذا حضر الإقامة يصلي معهم، ولكن يجعلها أربع، إذا سلم يقوم يجيب رابع، تكون نافلة، تكون له نافلة. نعم. أما إذا جاءوا وهم يصلون لا، ما يدخل معهم، ما يدخل معهم إلا إذا حضر الإقامة.